كان شارك في كأس الاتحاد شمال افريقيا للأندية الفائزة بالكأس في نسختها الأولى. ونرجع طبعا مع المباراة الكبيرة اللي شهدها ملعب رادس نهار الثلاث العشية مع كل من نبيل التليلي ومحمد علي بوزقر. الثلاثاء 20 جون، ما كانش يوم عطلة، الطقس كان بارد وممطر، لكن جماهير الترجي ما منعتهاش كل هالعوامل باش تسجل حضورها بأعداد غفيرة بملعب 7 نوفمبر برادس لمساندة فريقها في لقاء الإياب نهائي كأس شمال إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس أمام شبيبة الجاية الجزائري. شكون جيت تتفرج انت؟ في الترازي. شكون احسن لاعب يعجبك في الترازي؟ مايكل رام. هذه البدايه مازال وان شاء الله دوبليس. خمسة وخميسة علينا مكشخين حمر وصفر ظاهرين، كي تروجونا تعرفونا. والله شيء يشرف الترازي بشوف جمهور كما هذا، يعني فريمون يعني الحفله دوبل. جي في بارتي بوندون 13 ans يعني في الجمعيه، يعني فريمون سيت ان غران بليزير. يعني الانسان باش يلقى روحه جمعيه كيما هكا عريقه 90 سنه تحتفل وما تنساش الملاعبيه نتاعها القدم. بدايه قويه للاحمر والاصفر، 4 دقائق لعب، المساكني يتوغل وينفرد بالحارس كريم سولا اللي يبعد الكره ترجع لخالد القربي في المتابعه بالقدم بمهد لوسام البكري اللي يوزع، والمهاجم الايفواري كونا ينجح في افتتاح النتيجه. اول هدف لكونا مع الترجي. بالخبره كان الترجي يعرف انه هدف واحد غير كافي، وعلى هذاك وصل سيطرته وتمكن من اضافه هدف ثاني. والمره هذه الايفواري كونا بعد مجهود فردي كبير مهد البوعزي اللي تمكن من هالشباك الحارس الجزائري. مدام ديما تجي هوني للستاد تتفرج؟ اشاك بون اوكازيون وي، ديك جو بو باسكو جو في باري. واش قالك في وسام؟ واش قالك في الجوله هنا في الستاد توا؟ جو باهي، الشعب باهي، سوتيان بيان لوغ ايكيب، ولا باس دي كيلا في سو سوار سا بروف كيلا اون بون فورم كون بو كوار اون لوي. Malheureusement, je ne peux pas venir souvent, régulièrement avec la petite, mais pour une fois, je suis accompagnée de ma belle-mère, donc j'ai la chance de pouvoir venir. Et qu'est-ce que vous pensez du rendement de Wissem aujourd'hui? Il a été à l'origine du premier but. Bah, ça va l'encourager à être encore meilleur. À être encore plus fort. C'est sa fille. Comment ça s'appelle? Chinese. Nous sommes le site et le monde de Tunisia Sport, le premier site de Tunisie. Il y a plus de 15,000 membres. مازلنا كعملنا السنة الأولى متاعنا، قمنا بالاستفتاء السنوي الأول متاعنا اللي نأمل إن شاء الله تتعاود البادرة هذه في السنة المقبلة وتكون أكثر يعني تنظيم وأكثر شمولية إن شاء الله. الشوط الثاني كان مغاير كلي، الضيوف لعبوا الكل في الكل من أجل العودة في المباراة، وتمكنوا من تذليل الفارق عن طريق المهاجم يونغ اللي بكرة رأسية غلط الحارس العربي الماجي. دخول مايكل إن رامو خفف نسبيا من حجم الضغط اللي فرضه نادي بجاية الجزائري، وعاد زملاء خالد بدرة نسبيا للهجوم. مايكل إن رامو كان طالب ضرب جزاء اعتبرها الحكم المغربي عبد الله العشيري تمويه.
ابناء المدرب جمال مناد رجعوا مجددا للهجوم بحثا عن هدف من شأنه ان يغير كل المعطيات. لكن فريق بمسويقة كان مصر على تتويج باللقب الاول في موسم التسعينية، وكان له ما اراد بعد ما نجح في التعامل مع الفرص العديدة المهدورة من خط هجوم نادي بجاية الجزائر. في كل الرياضات حقا واللهوة والرعاية الموصولة من رئيس الدولة في دعم الرياضة التونسية، واعتقادي هذا البلد الصغير الآن يخطو خطوات كبيرة وتشجيعات وتهانين الترجي الرياضي التونسي خاصة من سبب التسعينية نتاعه، واعتقادي دعوة لكل جمعياتنا الرياضية في كل أنحاء البلاد أنه يخطو خطوة ترجي. إن شاء الله مبروك للترجي التونسي. تتويج زين بعد تعب كبير راك شفتوا شبان صغار وكل شيء، والحمد لله ربي تتويج هذا، وان شاء الله الرباعيه ان شاء الله الموسم هذا يا رب ان شاء الله. ان شاء الله نكملوا السلام معناتها السلام تاع التتويجات، ان شاء الله نكملوا البطوله والكاس والكاس العربيه ان شاء الله. قلت لكم اول تتويج هذا وان شاء الله الرباعيه، كانوا في بعدي راهو اخر عام تتحاسبوني قسما بالله الرباعيه والله. Moi, je dédique ce titre à mon adjoint, Maher Kanzari, pour le travail qu'il est en train de faire. نحب يهدي التتويج هذا المساعد ماهر الكنزاري على العمل الكبير اللي قاعد يقوم به، واللاعبين اللي قدموا تضحيات كبيره واستحقوا عن جداره هذا اللقب. Il mérite vraiment, il mérite. كان فريق ثاني نجم نقولوا نتاع الترجي متكون من الشبان، اما قدم شوطو حقيقه كبير ياسر، تعبوا شويه في الشوط الثاني اما يستحقوا التتويج، وان شاء الله نواصلوا بانتصارات اخرى ولقب اخرين. نظن دوزيام ميطو لعبنا احسن وسجلنا وكنا قادرين يعني نسجلوا، ويمكن الترجي دوزيام ميطو يلعب لي كونتر اتاك، ونقول للترجي يعني مبروك عليكم وان شاء الله افضل. اون ايتي بري افروا. On a été pris à froid, on ne s'attendait pas à ce qu'on encaisse en première mi-temps au tout début. Mais c'est vrai, la haqiqa, yani, qui m'a senti dans le mouqabla l'oula, dans le bled, c'est ce qui nous a fait pour que le mouqabla soit passé à nous. Mais à l'humour, dans le second jour, le fariq taï, il a fait un tour et il a fait un tour. 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 Il a fait un إذا مبروك للترجي اللي سجل اسمه كأول فائز في مسابقات الأندية الاتحاد شمال أفريقيا وأول لقب ليه في موسم التسعينية.
كذلك الحديث من من كل الاطراف الحقيقه وحتى من اتحاد من الفريق لكره القدم تم تفكير في مباراه سوبر تجمع الترجي بالنادي الافريقي يعني المتحصل على كاس الانديه الفائزه بالبطوله والمتحصل على كاس الانديه الفائزه بالكاس. كلمه على تتويج ترجي سيد احمد. هنيئا للترجي وهنيئا للجمهور. معناها التتويج في الدور النهائي معناها بفريق ثاني من الترجي الرياضي، وهنا نجم نقولوا اللي الترجي الرياضي يظهر لي ماشي في الطريق الصحيح، خاطر باش تنجم يكون فريق كبير معناها ما فريق كبير لازم يكون عنده 11 ملاعبي وعنده بنك. اليوم البنك في الترجي الرياضي ولو فيه برشا ملاعبيه صغار هذوما معناها مستقبل، وترجي الرياضي يظهر لي مستقبله واعد، ولو في الاخر تخسر بالنتيجة ضغط عليه الفريق المنافس اللي هو فريق محترم، فريق جباية بجاية فريق محترم معناه كرويا واخلاقيا. ترجي الرياضي ما سرقش انتصاره، فهمت، وقام شوطه ولاني ممتاز، سجل فيه زوز اهداف، وبما انه يلعب فوق ارضه ضغط عليه الفريق المنافس. ملاعبية الترجي بدنيا وناقصين فيهم برشا، اللي ناقصين مباريات طاحوا في المستوى بدنيا، لكن ما قصروش وكملوا وانتصروا، مبروك عليهم. سيدي اي طبعا الشكر طبعا للاطار الفني وخاصه ماهر القنزاري اللي زونسيو جيري معناتها عرفوا كيفاش يتصرفوا في الرصيد البشري، لان جات مباريات بعض المرات يعني بعد نهارين عرفوا كيفاش يقسموا الجروب يعني سيت سويت، دونك ماهي سهله يعني فنيا بصراحه ماهي سهله. نجم نقولوا بدون اي خطا الملاعبيه، شفنا اسماء اللي يكون قديمه برشا في اللجان ما جاتهمش الفرصه، شفنا لاعبين اخرين ممكن اجانب اللي ما جاتهمش فرصه زاده وعبروا على مستواهم، شفنا ثلاثه اهداف من احسن ما شفنا يعني ثلاثه اهداف، شفنا فرص، شفنا مباراة يعني مباراة نهائية بصراحة اللي ما هي سهلة، ما كانت سهلة. فريق بجاية ظهر مستوى فردي خاصة كبير برشا، فرصة يعني احنا باش نشوفوا الكرة في الجزائر حاليا يعني ما شاء الله يعني عملت خطوات كبيرة، مبروك للترجي خاصة قدامه ما زالت بطولة وكاس وقدامه مباريات، وان شاء الله ان شاء الله يواصل على يعني على الخطوة هذه بعد شوية.